معناها اتفقنا بكره الساعة 11 تكون هون. اوكي كثير منيح، رح كون ناطرتك انا. بس عندي طلب كثير صغير، ما في داعي حدا من الجيران يعرف اني ساكنة هون. هالفترة حابة كثير بعيد عن العالم، بتعرفي في عالم فضوليين بيعملوا لي أزمة بحياتي. ما تعتلي هون، هون بهيدا الشارع كله ما بتلاقي ولا حدا فضولي، كل واحد باله بحاله. أنا بوعدك ما رح تسمعي ولا كلمة تزعجي. هاي. No way! سردادو؟ إلا مريم، جارتك الباب بالباب. هذه ميديا؟ لا لا، صدق ميديا؟ أنت ميديا بشحمك ودمك ولحمك؟ إيه مزبوط، أنا ميديا. مريوما شو رأيك تطولي بالك عليها للمخلوقة؟ لأنه بعدها جاي وكتير تعبانة وحامل. حامل؟ يعني تزوجتي؟ آه، شو رأيك أنت؟ لا مو قصدي، يعني أنا أقصد تزوجتي حدا من الوسط ولا برا الوسط؟ هذا اللي أقصده أنا. مريوما شو رأيك تخففي أسئلة أو تأجليهم لمرت الجاي؟ لأنه ميدو كتير تعبانة وبدها تروح على الأوتيل وترتاح. مش هيك ميدو؟ إيه هيك. لا ماكو روحة، لازم تيجي معاي البيت تشربين قهوة. شو دعوة؟ كم مرة رح أصبح بوجهك؟ من يوم رايح رح تتصبحي فيني الصبح وظهر ومساء، لأنه أنا هلأ صرت جارتك. يا أهلا وسهلا فيك، نورتي الفريج ونورتي البناية. زين أنا الحين بروح أقول له، أقصد عندي كم شغلة بسويها وأبيكم، بس تكفين لازم أشوفك، أوكي؟ أحبك. صحيح نسيت خبرك، اوعى قصة الأجار تفتحيها قدام حدا، لأنه هلا إذا حدا سمع فيهم إنه أجرتك البيت بس ب$2000 رح يخوتوا كلهم. لا تاكلي هم. أوكي، وخصوصا مريوما لأن راديو بحد ذاتها، مشي قبل ما تجي. يلا.